حبايب الغاليين طلاب سنة أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ بعض منكم بيتلخبط في حالات F اللي هي الأولى والتانية والتالتة والصفرية، فنحاول هنا من خلال كتاب الجاينتس إن إحنا نميز بينهم. يعني مثلا على سبيل المثال بيقول لك الحالة الصفرية زيرو كونديشنال، الاتنين مضارع بسيط، فأنت عشان ما تتلخبطش أعرف إن النتيجة صفر صفر، يبقى زيرو كونديشنال يبقى النتيجة صفر صفر. يعني إيه مستر صفر صفر؟ يعني الاتنين زي بعض، صفرين، مضارع بسيط مضارع بسيط، تشبيها يعني بقول صفرين، تمام؟ يبقى الحالة الصفرية عشان ما تتلخبطش تاني النتيجة صفر صفر، يبقى هنا مضارع بسيط وهنا مضارع بسيط، يعني شبه بعض، تمام؟ طيب نظامها ايه؟ نظامها ان هي بتعبر عن حقائق علمية، يعني مثلا بيقول لك لو انت غليت مية هتتحول لبخار ترمز انتو ستيم، لو انت سخنت التلج هيسيح، لو انت خلطت الابيض بالاحمر هيتحول للون بينك اللي هو البينك ده اللي هو زي يعني نقول روز كده يعني. طيب ماشي. المهم ايه؟ ممكن نبدلها كمان بكلمة وان، يعني الحالة الصفرية الوحيدة اللي ينفع فيها الحكاية دي. ليه؟ لان انا متأكد ان لما يحدث فعل الشرط هيحدث جواب الشرط، لذلك انا بحط وان وانا مطمن. اقول تاني، الحالة الصفرية اللي هي zero conditional النتيجة صفر صفر، يعني present simple present simple مضارع بسيط هنا مضارع بسيط هنا، مضارع بسيط يعني المفرد بيخاف يمشي لوحده فالفعل اللي وراه بيجي له اس، نفس الحال هنا المفرد بيخاف يمشي لوحده فالفعل اللي وراه بياخد معاه اس. تيجي هنا كلمة when هتبقى بديل لكلمة اف لو كانت اف مش موجودة. طيب وانا متأكد طالما حدث فعل الشرط انا متأكد مليون في المية هيحدث ايه؟ جواب الشرط. لما انا احط تلج في الشمس اكيد هيسيح، يعني مش عايزه كده. استخدم برضو للتعبير عن عادات ثابته لا تتغير ولا ترتبط بتوقيت معين، يعني مثلا بيقول لك لما انا اكون عايز مساعده من في المشروع بتاع المدرسه اللي انا فيه ده ببحث عن النت مباشره، يعني دي عاده فيا، هابت، اتس هابت، تمام؟ دي حاجه ثابته فيا ما بتتغيرش، فيعبر عن ايه؟ عادات ثابته لا تتغير. طيب تعال نشوف الحالة الأولى ازاي نميزها عن الحالة الصفرية. الحالة الأولى بتبقى فيها حاجات تميزها، يعني لما يستخدم يقول لك لابد أن تكون حقيقة عامة وليست خاصة، وإذا كانت الحقيقة خاصة نستخدم الحالة الأولى. يعني سيادتك لما تلاقي الحاجات دي يبقى دي اسمها حالة أولى، لما تلاقي كلمة this أو that أو these أو those apostrophe s their your our its his my استفاد الملكية، ارتباط حدوث الفعل بمكان محدد او توقيت محدد او ما يدل على ذلك. بمعنى اهو if I use the computer for so long، انا عارف نفسي today لما انا استخدم الكمبيوتر النهاردة بشكل خاص بشكل كبير يعني I'll get tired. طب لو شلنا كلمة today لا هتبقى حالة صفرية، هتبقى حالة صفرية، انا متعود كل ما استخدم الكمبيوتر اصدع وعينيا تزغلل ويحصل كلام كبير، تمام؟ طيب نفس الحال if you boil this water this water، او لو انت زرعت الزرعة دي اللي هو النبات الفلاني ده هينمو بعد 5 شهور او 6 شهور، تمام؟ فنفس الحكاية this water it will steam، تمام؟ طيب if we boil water in this pot، لو غليتها في الاناء ده هتتبخر بعد فترة طويلة مثلا، ده اسمه حالة اولى. ليه؟ لانه في الحاجات اللي هي الكوانتيفايرز دي او المحددات دي اللي بتحدد ان هي حالة اولى، لان مش ثابتة مش ثابتة. طيب برضو بقول لك استخدام الجرع البسيط في النفي وفي السؤال والمبني المجهول، اهو if you mix white and red do we get pink. طيب do we get pink اللي هو صيغة سؤال do، عادي عشان جمع بيمشي مع جمع والمفرد يمشي مع المفرد، كل حاجة شبه اللي وراه. If ice is heated اهو مبني المجهول، لو تم تسخين التلج هيسيح، تمام؟ طيب يبقى عرفنا ازاي نميز بين الحالة الأولى والحالة الصفرية قصدي الحالة الأولى. طيب نشوف الحالة F الأولى بقى، خلاص هنا الحالة الأولى يبقى النتيجة هنا 1-0، ادي الصفر قاعد زي ما هو وهنا 1 بقيت مستقبل will او كان او may او should، اي واحدة فيهم صح، او حتى لو كان امر او نهي برضو صح. يبقى بيقول لك تعبر عن امكانية حدوث
شيء في المستقبل. اهو لو انا محتاج مساعدة من في المشروع انا هتصل بيك، لو انا هذاكر كويس انا هنجح، تمام. فساعات الامر والنهي بيقول له لو انت، لو جانا اتصلت قول لها ان انا هنا، او لو انت صحيت بدري بكرة ما تتأخرش، او don't wake me up، ما تصحينيش. فبفترض ان انت هتصحى بكرة بدري يعني، لكن ممكن ما تصحاش بدري بعد الشر يعني، ما تصحاش بدري يعني. طيب يمكننا استخدام ناي في جملة جواب الشرط للتعبير عن الاحتمال او كان للتعبير عن المقدرة. يعني مثلا مش لازم انت ملزم بكلمة ويل، هي صح 99% من الجمل هتلاقيها فيها ويل، بس ممكن كان، ماي، شود، يعني كله شغال. اهو if Jana studies well she can get high mark، او if safe looks at me carefully he may recognizes me، تمام. فاذا هو يعني مش ملزمين خلاص بكلمة will أو can، ممكن may، ممكن should، أو if you ask me، ممكن have to or has to. if you ask me، لو طلب سألتني you should see a doctor، لازم تروح لدكتور. أو if safe comes late he has to apologize، لو جاي متأخر غصبا عنه لازم ايه يعتذر. فعادي ممكن نستخدم في جواب الشرط اللي الجملة التانية should أو هاستو. في حد يقول لي هي لازم اف تيجي اول السطر؟ لا مش لازم، يعني كل الجمل هنا الامثله اللي هنا مكتوبه اول السطر، لا عادي ممكن تاخد جملتها وتروح وسط السطر عادي، ايه المشكله؟ طيب برضه بيقول لك صيغه الطلب والاقتراح والرغبه في جمله جواب الشرط، عادي اهو لو احنا عندنا وقت ليتس جو تو ذا سينما، يلا نروح السينما، او مثلا اف يو هاف تايم ايت بيتر جو تو ذا سينما. would better دي اللي هي المفروض had better، مش would يعني would، هي المفروض had better. وهنا would rather، لا دي would WOULD، قولها تاني، كلمة would better معناها من الافضل ان، would rather من افضل ان او بالاحرى يعني. ف would better اللي هي had better HAD، لكن هنا هي would WOULD، ماشي. طيب يمكن استخدام صيغة الطلب والرغبة في جمل فعل الشرط. if you would like to go out، لو نفسك تطلعي الجو with you، تمام. دي اسمها ايه؟ صيغة الطلب او الرغبة في جمل فعل الشرط، عادي يعني مفيش مشكلة. if you would like، لو عادي if you would like مفيش عادي، تمام. مش واحد يقول لي ده would دي اللي هي المفروض حالة تانية اللي احنا هناخدها اللي هي دي، لا يا بابا ده expression اسمه would like to، would like to يا ود، تمام. فخلي بالك منها. طيب الحالة التانية بقى النتيجة عاليت شوية، بقت هنا ماضي بسيط وهنا would، يعني هي الماضي بتاع الحالة الأولى، مش الحالة الأولى كانت عبارة عن مضارع will، الحالة التانية الماضي بتاع الحالة الأولى، الحالة التانية الماضي بتاع الحالة الأولى. طيب يبقى بدل ما هنا كان مضارع بقى ماضي، وبدل ما هنا will أصبح would أو could أو might. طيب تستخدم للتعبير عن موقف غير محتمل حدوث في المستقبل، بمعنى يعني مثلا بقول if I studied hard I would pass، تمام. او موقف او شيء تخيلي في المضارع، يعني سواء في المستقبل او في المضارع، وممكن الاشهر في المضارع. if I were a bird I could fly، if I were rich، لو كنت غني I would buy build a palace، ابني قصر، تمام. يبقى تعبر عن غير محتمل في المستقبل او موقف تخيلي، يعني حاجة عكس الواقع، او حاجة نصيحة طبعا زي ما اخدناها في ثالث اعدادي زمان. if I were you، لو انا مكانك I wouldn't waste my time، مش هضيع وقتي. يبقى الحالة التانية الماضي بتاع الحالة ايه الاولى، الحالة التانية الماضي بتاع الحالة الاولى. اما الثالثة الماضي بتاع التانية، مش التانية كانت ماضي بسيط would، طب ايه الماضي بتاع would؟ يعني لما حد يقول لك ايه الماضي بتاع would، قول له would have وتصريف ثالث، تمام. ما هي اصلا ماضي would خلاص في حد ذاتها كده ماضي، طب ايه الماضي بتاع الماضي بتاعها يعني اسمه would have وتصريف ثالث. طب وايه الماضي بتاع الماضي البسيط اسمه ماضي تام، دي عادي. اذا الحاله الثالثه هي ثلاثه في كل حاجه، الحاله الثالثه اسمها الحاله الثالثه، وهنا تصريف ثالث، وهنا would have وتصريف ثالث، فهي ثلاثه ثلاث ثلاثات اهي، تلات تلاتات. يبقى هادو تصريف تالت، و could have او would have و might have تصريف تالت، ماشي.
التعبير عن استحالة حدوث استحالة الحدوث في الماضي وتستخدم للانتقاد والندم، يعني هي حاجة كده كده مش هتحصل تاني. يعني واحد وقع من البلكونة، يا ريته ما كان بص بشكل زيادة من البلكونة او كده، لكن خلاص هو وقع من البلكونة وخلص. اهو نفس الحال هنا، if you had gone to the sports club you would have seen Ali. خلاص خلص الماتش، انت هتروح تعمل ايه دلوقتي؟ مخلص. if the had left earlier، لو كانت مشيت بدري شوية، she wouldn't have missed the train. لكن هي في موقف دلوقتي ان هي بقى ان هي القطر مشي بقى وخلصنا بقى، هنعمل ايه بقى؟ هنا بيقول لك لازم انت تركز على احد الجملتين، يا الجمله الاولى يا الجمله الثانيه عشان تقدر تحدد، يتركز على الجمله الاولى يتركز على الجمله الثانيه. فمثلا بيقول لك فعل، يعني ركز على فعل الشرط يا اما تركز على جواب الشرط، اكيد طبعا عشان هتعرف الباقي يعني. طب هنا would catch، would catch يبقى اكيد هنا ماضي بسيط صح. طيب got up early مثلا، طب هنا مثلا يا سيدي had read، يبقى اكيد هنا would have تصريف ثالث، would have won the competition. one يعني فاز، w o n. هنا مثلا كلمة had فقط، في had بتبقى لوحدها كده، read had وتصريف ثالث، يعني لاحظ ان لما يكون had لوحدها غير لما يكون في had وتصريف ثالث. بعض الافعال الشاذة مثل cut و got و read و read اسف و set، دي بتكون شكلهم ثابت. طب انا عارفهم منين؟ عارفهم ان انا حاجة مش مقنعة، شيء مفرد المفروض وراها فعل مفرد بيخاف يمشي لوحده فبيحط له اس، طب دي ما فيهاش اس، يبقى دي ماضي. يبقى عارفها منين؟ شيء مفرد الفعل اللي ورا المفروض يضاف له اس عشان يبقى حالة صفرية او حالة اولى، فما لقيتش فيه اس فهمت ان دي ماضي، وطالما ماضي يبقى دي حالة تانية، يبقى وود والمصدر تمام. ايه وود انفينيتيف. طيب يمكن استخدام الصفة او التصريف الثالث بعد اف، يعني عادي، يعني طبعا في ناس مش هتروح الحفلة الا لما يتم الا لما تتعزم يعني تمام. يبقى اف اي اف انفايتد او اف اي ووز انفايتد، مش هروح الا اذا موقف في المستقبل، يعني في حفلة صاحبي فرح صاحبي مثلا الاسبوع الجاي، بقول انا مش هروح الا لما اتعزم او لما يعزمني. يبقى if invited او if I was invited، مبني المجهول was وتصريف تالي، وهنا موقف تخيلي في المستقبل تمام، او موقف تخيل في المستقبل. طيب في تعبير كده اسمه if it weren't for او if it hadn't been for، اكيد فهمته طبعا. if it weren't for دي حالة تانية، و if it hadn't been for دي حالة ثالثة. طيب بيجي وراها طالما اي حرف جر زي كده اهو، بيجي ان جي، اي حرف جر زي كده بيجي ان جي. طيب ماشي، والنص الثاني هتبقى وود عشان دي حق السطر اللي فوقاني اهو بالاسود اهي، وود والمصدر، او السطر اللي تحت وود هاف والتصريف ثالث تمام. ماشي يلا نحل كده. نمبر 1 اف هي داش ثيرستي هي وود هاف وتصريف ثالث، لازم اتاكد في تصريف ثالث، اصل ساعات يكتب وود هاف ويسكت، اللي بالك ساعات يكتب would have ويسكت، فلا انا لازم اتاكد ان هي في تصريف ثالث عشان اتاكد ان دي حاله ثالثه، يبقى هاد دان. ماشي فكر في الثانيه بسرعه. if the box hadn't been حاله ثالثه، يبقى اتاكد ان الحاله الثالثه الناحيه الثانيه دي ثلاث كلمات would have وتصريف ثالث، would have وتصريف، هي اسمها ثلاثه اساسا. طيب تعال نشوف اللي بعدها. I'd have closed the window، انا كان زماني اقفل الشباك، مفروض يعني كنت اقفل الشباك اذا كنت بردان. if I had been cold would have closed، تصريف ثالث. if you want to come first، لو نفسك تطلع الاول، it dash necessary to exert more efforts، من افضل ان انت تبذل قصارى جهدك. طيب هقول it will necessary، طب يا سيد الفاضل مول عايزه وراها انفينيتيف مصدر، طب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل من سيادتك نسيسري دي صفه، عايزه قبلها يا ام يا از يار، انسب واحده ليها از. ليه؟ عشان هنا كلمه وونت مش وونتد، كلمه وونت وليست وونتد. ماشي شوف اللي بعدها. I wouldn't have met Ali حسن if I dashed home. wouldn't have وتصريف ثالث،
if I had stayed at home. تصريف تالي بعد if. هي if وسط الكلام هي عادي مش مشاكل. خدت الجملة بتاعتها بتاعت فعل الشرط وراحت يمين. I dash you all about if you had the time. يبقى اهي if you had had بس وسكت يبقى ايه بقى I would tell. I would tell you all. انا هقول لكم كلكم. If I were with them, لو انا كنت معهم, I could stop the fight. Where? موقف تخيلي. I could. انا كان في استطاعت ان انا اقدر ايه او if الشجار اللي بينهم او الخناق اللي بينهم. If I dash mistaken, I will apologize to her. طب ده هنا will يا عم. will دي حالة اولى يا سيدي. طب يبقى if I am mistaken. ده انا غلطان عشان mistaken صفة. She dash better leave now if she wants she wants to catch the train. يبقى اكيد طبعا طالما اف وراها مضارع بسيط زي كده يبقى اكيد النص التاني هيبقى ايه. ايوه في will. طيب ماشي يبقى will better. بس مستر في حاجة غريبة, مفيش حاجة اسمها will better اساسا. في had better. تمام ايوه كده. اصحى معايا يا حبيبي. اوقعت لكن انت تكون صاحي او انت تكون صاحية. طيب يبقى احنا قلنا اسمها هاد بيتر واسمها وود راذر لو تفتكروا من شوية. طيب I'll never get here on time. مستحيل اكون هنا اهي. will not يعني بدل will not هذا will never. if I dash a train يبقى if I take the train. if I take عشان I جامع تعتبر جامع. If he dash a stone he will break the window. لو هو رمى السلطة دي اللي في يده هيكسر الشباك. يبقى if he مفرد throws مفرد مع مفرد. المفرد دي خاف يمشي لوحده فالكلمة اللي وراها تاخد S. If the bark of a tree dash the tree dies. هو ما حددش نوع الشجرة, هو بيتكلم هنا بصفة عامة. يبقى تم تدميره. is destroyed. اللحاء بتاع الشجرة اللي هو اللي من بره اللي هو البن ده لو اتباظ الشجرة ماتت. if the weather dash fine tomorrow we will go. will go يبقى لو بكرة. is if the weather is fine. if he had known حالة تالتة had known the problem he would or could have given you a hand. give you a hand بمعنى ساعدك help you يعني. طيب if ice is heated it ده حقيقة علمية دي هيدوب على طول يعني it melts it melts. طيب if it rains tomorrow لو الدنيا بكرة هتمطر we dash at home. يعني لا احنا مش عارفين هتمطر لا بس بقول لو مطرت يعني يبقى we will stay at home. if water freezes it dash into ice. عادي ده شيء طبيعي جدا حالة صفرية نتيجة صفر صفر. المية لما بتجمد بتتحول مضارع مضارع صفر صفر على صفرية. I wouldn't get so angry with you if wouldn't وراها مصدر الفعل دي حالة تانية. if you got more work done لو انت خلصت كل اللي وراك يعني مش هزعل منك. طيب I dash it very much if they gave هنا if وراها ماضي. تمام if وراها ايه ماضي يبقى عايزين حالة تانية. يبقى would not like would not like. تمام عشان دي حاجة تانية. طيب I'd have told you the news sooner if وسط الكلام لازم حدد مكان وهنا would have وتصريف تالت. يبقى دي حالة تالتة دي. if I had seen you لو انا كنت شفتك. if I had seen you. if he read مش reads. if he read the story دي ماضي دي حالة تانية. would he give it to me هيدهاني لو خلص القصة هيدهاني. would he give it to me if the money I had مالها لو الفلوس اللي معايا دي كلمة الواحدة على كده انا معرفش هنحط ايه لما نقرأ النص التاني. had have would have bought يعني الفلوس اللي معايا had been enough طالما في حالة هنا ثالثة
would have في تصريف تالت يبقى انا had been. انا had been. If you left those bees alone, they dash us. If you left those bees alone, they لو انت left ماضي بسيط ماشي يبقى wouldn't sting us. They wouldn't sting us. لو انت سبتهم فعالهم مش هيجوا ناحيتنا. ماشي تمام. يبقى حالة تانية 24 24 if they dash his promise they will punish him. will يعني حالة أولى. يبقى if safe ده مفرد يبقى doesn't keep. if he dash the papers اللي هو المستندات يعني he would find a lot of job advertisements. وهنا جاية مش مستندات كمان ده هي جاية جرايد كمان معنى جرايد. he would find دي حالة تانية. يبقى if he read R E A D. طيب if he dash he would have gone تصريف تالت would have gone. يبقى if he had been invited خلي بالك دي حالة تالتة مجهولة. حالة تالتة مجهولة had been invited. if I make some coffee dash this cake. سوري يا شباب نكمل 27. I'll make some coffee dash this cake. خلي بالك ده سؤال. طيب السؤال ده عايز النص الثاني او جملة جواب الشرط. طيب ايه جملة جواب الشرط؟ هو بيقول I make مضارع. طيب يبقى اذا هتبقى will you eat this cake. will you eat عشان دي جملة حالة F الاولى الشرطية الاولى. if I were to buy a new car what dash هنا طبعا وير اكيد حالة تانية. يبقى what would you say would you say if we hit needles they dash. دي حالة صفرية شيء طبيعي لما نسخن المعادن هتعمل ايه هتنصهر او تتمدد يعني تتمدد اكسباند عشان زي جامع تاخد اكسباند. if you mix مضارع red and white you get we get او you get مش مشكلة هو اتنين جامعة اساسا. يبقى get pink. if the temperature dash below zero celsius water turns into ice. اكيد طبعا يعني لو اقل من صفر يبقى temperature دي لا تعد يبقى falls. if there is not any rain fields دي جامعة بشكل عام يعني هو مش بيتكلم عن فيلد معين بيتكلم بشكل عام. يبقى get dry مش قال لك this field ولا these fields مثلا هت يعني تبقى dry او جافة لا get dry. if I dash I dash you if I knew if وسط الكلام وراها ماضي بسيط يبقى كده الجملة الأولى would tell dash you buy that house if you had money. يبقى will you buy that house if you had money. لا استنى ده had دي ماضي يبقى would you buy وهاد بس مش هاد وراها تصريف تالت يبقى would you buy تمام. if you were a man تمام you dash away خليك راجل وما تجريش يبقى will ماضي يبقى you wouldn't run away ده موقف تخيلي دلوقتي. طيب if dash for too long get headache. if I dash too long I get headache يبقى ده انا عارف نفسي يعني I get headache دي عادة بالنسبة لي. يبقى if I read عادي دي مضارع مش ماضي if I read مضارع عادي. if a huge storm dash the coast it would destroy would وراها ماضي بسيط يبقى دي حالة كام تانية. يبقى storm مفرد الماضي بتاع hit اسمه hit برضه ماضي اسمه hit برضه يبقى hit hit. if he dash careless he wouldn't have failed. يبقى wouldn't have تصريف تالت. يبقى if he hadn't been careless لما كانش مهمل او لو كان حريص يعني ما كانش سقط في الامتحان.
if dash for the storm the match wouldn't have been cancelled. يبقى if it dash wouldn't have been تصريف ثالث. طيب يبقى if لو كانش فيه عاصفة if it hadn't been for the storm لو ما كانش فيه عاصفة الماتش ما كانش اتلغى. What would happen would happen حالة تانية sorry if the volcano اكيد طبعا حالة تانية بقى erupted عشان if وسط الكلام. If he hadn't looked at the sun he dash damaged his sight. طب hadn't looked ده ماضي ماضي تام مش ماضي عادي ماضي تام. طيب يبقى wouldn't have damaged واحد اتفالح كده وقعد باصص للشمس قال لك انا هشوف عين الشمس يعني او باصص للشمس يعني دمرت طبعا باظت. If he dash pay the fine he may go to prison. طيب may هنا البديل بتاع كلمة will يبقى if he doesn't pay for a fine. Fine يعني غرامة. People who live near volcano leave it leave home if هقول ايه ما leave هو الفعل هو مضارع leave if it erupts في حالة ان يثور البركان erupts يعني يثور فبالتالي هتبقى ايه هيسيبوا البيت بتاعه. If water freezes لو اتجمدت it turns لا ده سؤال does it turn does it turn ده سؤال عشان حالة صفرية. Would Nada be angry if dash if I dash without asking يبقى would حالة ثانية تمام if I left without asking لو انا مشيت بدون ما استأذن منها حالة ثانية ماضي بسيط عادي. If I had written تصريف ثالث had written works I dash it at once يبقى I would have published it at once حالا يعني هنشرها في الحال لو انا عندي اعمال ادبية هنشرها في الحال. طيب if it dash for your help لولا مساعدتك ليا I couldn't buy this house couldn't دي حالة تانية يبقى if it weren't for your help لو لم تساعدني لأسف if it were for your help if it were for your help سوري يا شباب معلش هي لفت ماشي لو لم تساعدني ما كنتش هقدر اشتري البيت لو لم تساعدني if it weren't for your help اسف. طيب if she dash enough money she would have to buy a new flat يبقى if she would have وسكت بس يبقى if she had واسكت ما فيش had وتصريف تالت تمام. تعالى نشوف اللي بعد I'd be working in Italy if I dash طب would be وراها مصدر يبقى if I spoke Italian well موقف خال. If you see an accident dash the police طيب see ده مضارع بتخيل ان انت شفت حادثة بقول لك اتصل بالشرطة صيغة امر اتصل تليفون يعني اتصل على طول. If I were you لو انا كنت مكانك dash in different way يبقى كنت هتصرف بطريقة مختلفة يبقى would behave اسف in different way. طيب which mobile phone dash if you ادي if وسط الكلام had وسكت يبقى which mobile phone داش يبقى هنا هتبقى صيغة سؤال would you buy هتشتري مين في الموبايلات دي هتشتري would you buy if you had وسكت هنا حالة تانية يبقى would you buy أداة استفهام فعل مساعد فعل أساسي ماشي الحال. If he cut هي وراها cut يبقى إذن دي أكيد ماضي بقى his finger with that knife it would hurt terribly so ما عورش ايده ولا حاجة. طيب if it wasn't busy
If I wasn't busy لو أنا مش مشغول I would come to the party. This means that I dash busy. هو طبعا ده موقف تخيلي في المضارع بس ده معناه ان انا مشغول. That I am busy. اقول لو انا مش مشغول. لو انا مش مشغول لكن انا مشغول اصلا. I would travel to Alexandria tomorrow if if وراها حالة وراها حالة تانية اهي would travel يبقى كده من النص التاني ماضي يبقى بس العربية مش هتصلح نفسها طبعا. If my car was repaired was repaired مبني المجهول لان العربية مش هتصلح نفسها. If you throw a piece of rock into the river it ده يعني طبيعي لما ترمي اي زلطة في النهر هيحصل لها ايه it sinks وهي مضارع اصلا throw. Contact the ambulance اتصل بالاسعاف if you dash an accident تمام اكيد حالة اولى يعني if you see if you see an accident. If I were well I'd visit you لو انا كنت بصحة كويسة هجيلك. That means that I am not well هي حالة تانية بتعبر عن موقف خيالي في المضارع. اقول تاني الحالة التانية تعبر عن موقف خيالي في المضارع. اذا انا دلوقتي مش غني فاقول لو ليارتني لو كنت غني كنت اشتريت قصر. فانا اصلا في الوقت اللي بتكلم فيه دلوقتي مش غني. جايز بعد 20-30 سنة تاني ممكن ابقى غني. طيب if you dash more careful you'd have made تلات كلمات يبقى حالة تالتة يبقى if you had more ايه had دي if you had been more careful لو كنت اكثر حرصا. اصل careful دي صفة careful صفة فعايزة قبلها اللي هي am was are was were. طب ما فيش ام واز وار واز وير في تصريف ثالث ليهم في اسمه بن ماشي هو ده اللي ينفع. يبقى if I had been more careful I would have made fewer mistakes كنت عملت اخطاء اقل من ذلك لو كنت اكثر حرصا. كنت خلي بالكم في الامتحانات ما تسرعوش في الاجابه برضه. داش هيلب مي اف اف وسط الكلام اهي مضارع وسط الكلام قصدي وراها ماضي تمام. I was in difficult situation like this يبقى النص الثاني هيكون would هو النص الثاني لف بقى الاولاني والاولاني لف بقى الثاني لف مكان بعض فكل واحد خد الجمله بتاعته وراح. اف خدت الجمله بتاعتها وراحت يمين would خدت الجمله بتاعتها وراحت شمال وكمان بصيغه سؤال كمان. طيب دينا will visit us if she dash etc work to do يبقى هنا مكتوبة will visit يعني جاب النص الثاني في الأول جواب الشرط وادي اف. طيب يبقى if she doesn't have etc ما عندهاش شغل إضافي. If the lesson dash well you would have answered those difficult questions يبقى if the lesson الدرس اهي would have تصريف ثالث يبقى لو الدرس تمت مراجعته have been revised have then revise it. Dash the dress if you had enough money ادي اف عادي جدا ودي هاد لوحدها مفيش معاها اي حد مفيش تصريف تالت ولا حاجة يبقى هنبقى would you buy طيب اللي بعدها if you throw a piece of rock into water it dash اكيد هتغرق عادي او هتنزل هتغوص هتبقى it sinks اتكرر السؤال ده. طيب what if ماذا لو you dash your passport last night امبارح يعني يبقى hadn't found عشان حالة تالتة تمام حالة تالتة. if I dash a lot of money I would have وذهب وسكت يبقى دي حالة تانية لأن وذهب وسكت يبقى if I had a lot of money if I had a lot of money she would have failed دي حالة تالتة if اهي طيب يبقى if وراها ماضي تام بس في had been و had not been for my support كانت هتفشل لولا مساعدتي ليها يبقى if I if it had been for my support ولا hadn't been
لولا هل انت بن معناها ما كنتش ساعدتها. تختار ايه بقى؟ اكيد هي حالة ثالثة طبعا. يبقى had been for my support. كان زمانها فشلت. ماشي. If our garden dash after tree would have grown better. يبقى if our garden would have grown. تصريف ثالث. يبقى يعني حد بيعتني بيها. had been looked after. اهي. لو تم الاعتناء بها كان زمانها كبرت بشكل احسن. طيب. if you had black to white you dash gray. اكيد ده شيء طبيعي. you get. يعني ما فيهاش مشاكل. مضارع بسيط مضارع بسيط. نتيجة صفر صفر دي حالة صفرية. طيب. if you hadn't been ill I'll have worked harder. this means that I dash harder as I dash ill. طيب. hadn't been ill I would have worked. I would have worked hard. طب ده معناه ان انا ما اشتغلتش بجد لذلك او because as هنا معناه because I was ill. I didn't work harder because I was ill. ما اشتغلتش بجد عشان كنت عيان. طيب اخر جملة if it weren't ill if I weren't ill لما كنتش عيان I would attend the meeting. كان زمان حضرت ايه الاجتماع. This means that I was ill. I am ill I can't attend. لان ده موقف خيالي بيعبر عن حالة تانية. فالحالة التانية اصلا بتعبر عن موقف خيالي في المضارع. يبقى انا حاليا بيقول I am ill حاليا. انا عيان حاليا. يبقى اذا هنا التعبير عن الخيال في المضارع او الحالة التانية يعني تعبر عن موقف خيالي معناها ان الحاجة دي في المضارع. لكن لو الحاجة دي حالة تالتة معناها ان الموقف اللي انا بحكي عنه ده كان في الماضي. هقول تاني. لو الحالة التانية معناها ان انا بتخيل ان ليا جناحين وبطير زي العصفور. تمام؟ لكن انا دلوقتي مش بطير ولا حاجة. طب لو الكلام ده كان بصيغة الماضي. بصيغة ايه؟ الماضي. يبقى دي حالة تالتة معناها ان ده في ندم. يا ريتني السنة اللي فاتت الاسبوع اللي فات مش عارف السنة اللي قبل اللي فاتت كده يعني. دي اسمها ندم. دي اسمها ايه؟ ندم. طيب كده احنا خلصنا لغاية بيج 40. عايزكم تكتبوا لي اساي يا جماعة. محدش بعت اساي على الجروب لغاية دلوقتي. اولا الملف المحلول ده هتلاقوه موجود على الجروب اللي هو البي دي اف. تمام؟ ثانيا ابعتوا لي اساي عشان نعمل حلقة كده نناقش الاخطاء بتاعتكم. مش لازم تكتب اسمك خالص. تمام؟ كل واحد عارف الاساي بتاعه شكله ايه. بس اكتب لي عن اي موضوع يعجبك وانت ايه او انت نشوف الاخطاء وازاي نصححها سوا. تمام؟ يلا ربنا معاكم. مع السلامه.